قالوا سيادي يا سيادي كان يا ما كان حتى كان في قديم الزمان وسالي في العصر والأوان واحد الراجل ماله متيل في الرجال ما هو طالب ولا قاضي ماشي قيد ولا باشا وما هو حتى واحد من العيال ولا إني حارو معاه الطلبة والعوام زادوا في قرابه وجوابه في نابه جوعوا في كرشه وعنايته في راسه هما قالوا فران وقد الحومة هو واحد يدان راه راه والموت راح يدان في المادة صحيين معاه يدان واللي دار فيه الخير يلقاه يدان واللي جبد عارو ما ينساه يدان خاصكم اليوم تعرفوا بلي العريفية هي ودني وعينية وهذا علاش هي عريفية وهذا السيد اللي كتحسبوه العبد ديالي وحاشا ولله ولا معبود من غير الله سبحانه هذا الراجل هو المشاوري ديالي ويدي لي منية أما حديدان هو عويني لحضرت أما إلا غبت عنده الحق ينوب عليا حسبوه في مقامي في حالي في حاله قولوا قاضي القبيلة الثاني حاشا سيد القاضي حاشا واش نكون أنا في موضعكم ولا في حالي في حالكم أنا نعم مولاي يسميوني غير قاضي الضل الحقرة هذي يا عبي بس كشن شيخ والفقصة الغدايد هذي أنا ما فهمت والو ولا هدو ياسك إسحاق عجبك الحال دابا عجبك الحال هالتمرميدة اللي تمرمدنا في التراب أدوي هادي اللي فاضحنا حقا غير كونوا هانين أنا غادي نوريكم حنتي الدية أدوي وقيل سحر الحزان ما قرش في حديدة بو عليك أنا غادي نوقفوا عند حدهم ونبين لكم زهدي من زهدهم بس دخلت عليك بالله وشهدك وجهك ولا كفاك ملي كان كيصولو ويجول وكيفهم علينا أش كنتي كدير جالس واقف كتفرج فينا وتبلك في دوك العيني ياك وغي بسوينة عليك الناس دي زمان خالو اليوم عليا وغدا عليك هادك راه غير صحابة وغادي تفوت وغادي يرزع ليا مو كيف كان سمعني مزيان السك بوه كلمة وحدة غادي نقولها ليك ورانا قلتها وغنعاود نقولها راه واحد فيكم خصو يخوي هاد القبيلة واحد يما انت يما هو ياك؟ إيه حديد دان ولد الهم سلك من قاع المصيدات ودابا تمكنوا ترسم وولات لك المفوق كلمته إيوا بانت المعنى وتفرزات القضية وبالخصوص من اللي غادي يهز قاضي القدر حيلو على القبيلة ويبقى لكم حديد دان هو القاضي الرسمي إيوا يراكم على الفراجة غير يبقى بوحدو دي تبورد علينا ومعبر غير القهمة اللي تناسب معاه ألقى منين يدوز لي دابا نعجبكم حتانا ونعود أنا هو قريبه وحبيبه هي خصنا من دابا نخمو حتى احنا باش نرشيو هذاك قاصح حتى حاجة ما ترضيه خص الواحد ما يبين ليش بلي ناوي يرشيه يعرف يدخلو غير بالسياسة حتى يتصاحب معاه ويخاويه أنت مالك جيتي أمالك التدوي ياك شي بس ما كاين ياك ما عيتي ولا دغيا طلعوا لك نسى في الراس ولا انا جيت باش نطلبكم تسمحوا لي
لا لا كبيتي، على مالك اش داير؟ انا بعدا فرحان لك اوليدي، واللي هرب للزواج هرب لطاعة الرحمن. ولا با ورا ما جيتك جي هي كاينه شي حاجه، الله يحضر السلامه. تتقلب عند ليها وقول لي اش كاين. اويلو راه ما بغيتكمش تقيو ريوسكم معايا، تايبان ليا واش نزيدو ولا نزيدو. كيفاش نزيدو ولا نزيدو؟ واش نزيدو في عملنا با ولا نخلفو خلفو ونزيدو الطريق؟ واكم ايش تشكيل في القضيه؟ ياك ما جابها وما بغاش يتناس معنا بالمتعوز. ولا ورا ولات هي اللي ما بغاش تزوج بيا. صافي طيحتي مني النص يا مال المفلس. العيالات راه كلهم هكاك، انا كل ما كتفوني وقيدوني بشكل سياس كاع ما تزوج باك. ولا امي انا بغيت زواج الخاطر، والمرة تبغيني وتفششني وتغسل لي رجليا، ولا غضبت تحذرني، ولا درني الصد تنشي عليا. الكميشة والله ما نطي من قدامي، يا لك تعالش عليك هاد الخرشان. قول يا ملصق على الاخر، يا الكافح رزقو بيديه، دابا عاد جاتك الغضبة، تعاد بها قاضي، ها؟ ملي كانوا لاصقين في القبيلة كي القرادة، كنتي لاصق عليهم. وانت دابا انا راه باقي باغي خميسة. وتبغيك مصيبة قول امين ان شاء الله. وانت دابا ما عرفنا منين نشدوها، ما عرفناك واش باغيهم ولا كراهم. انا بغيتك تزوج بنت حديدان بلا بغو. كيفاش عاوتاني هادي بلا بغو؟ ما بغيتكش تبغيها. ويلي وابا وانت هادي هضرة اسمعها اش كتقول. وخليها تدوي، ما تديش عليها. كيفاش ما يديش عليا؟ مالي هبيله مسطيه سارة كنضرب بالحجر. طالب طالب يا ايوب لا فرحة ام باك، الطالب وصحابه في الجنة يتصابوا، الطالب وصحابه في الجنة يتصابوا. طالب طالب يا ايوب يا فرحة ام باك، طالب طالب يا ايوب يا فرحة ام باك، الطالب وصحابه في الجنة يتصابوا، الطالب وصحابه في الجنة يتصابوا. جا عندي ولدي وقال لي بلي ولد حديدان ما حافظ التفتيه، ونداك الهم ديال الفقيه دارو مخرج السلكه، وباش كملها وجملها عطاه اللوحه ديال سلطان الطلبه. يقول لي داك سيهم الفقيه بغي يقلب عنا وجهه، بغي يولي توالى حديدان. مزيان، ايوا انا غادي نوريك اش غندير ليهم. شتي داك المسيد؟ انا غادي نسد باباه، انا غادي نرجبو كاع. وباش موجب الشرح حيت انا واشق القبيله. ما قلناش لا نعمس، ولكن القبيله راه ولا عندها القاضي ديالها، راه ما كايناش شي حاجه كدوز بلا ما يختم عليها حديدان. الله ينعلبو الوقت اللي ولي حديدان هو القاضي ديالنا. راه مازال ما ولاش قاضي النيت. امال واش ولا؟ وكيقولوا نعمس قاضي الظلم. شناهو قاضي الظلم؟ كيفاش قاضي الظلم؟ اش ما يعني بها؟ ما عرفتش نعمس، هو اللي نطق وقالها. مشاد ايوا شفتك وليتي خيطي بيتي للدوار، اش كتخيطي واش كتنجي؟ انا بعدا دايره الفايده وقاضيه الغرض، ماشي بحالك انت غير سمعوك زوج ديال الكلمات وانت تحبط في الدار بحال الدجاجه. الله يستر. ايوا هاد الناس رافقوا بينا والعيشه معاهم صعبت علينا. صافي سلمتي في كل شيء ودغيا بان ضعفك قدام داك سيدهم حديدان. ايوا دابا راه حنا كلينا وسالينا وغشنا يدينا وسمشرنا اللي قسم الله في هاد القبيله، ايوا راه خصنا نبدلوا المكان. لا يا سيدي اسحاق، الا انت سالت ساعتك
وتقاضاو لك الربعات. ام السعد يلاه بدات، ماشي بحالك اللي حفيتي ورشيتي. شكون اللي حفا، انا ولا انتي؟ علاش شكون اللي كبر من الاخر؟ ايه ولا كنت انا كبر منك؟ الحمد لله باقا كنبان صغر منك، وعقلي اعقل من عقلك. بالشيف اللي عاش معاك ما يحفى ليه العقل. انا خشبتيني في شبابي، اما انا كراني باقي كندك وندردك. هاي واش غادي نقول لك؟ باز باز يا نكر الخير، ياك تزوجتيني غير على خيري وخميري اولا. شلا شلا من خير وخمير عندك. ايوا بعدا عشتي فيه وبيه درتي راس المال. انا كون كان عندي العقل دي دابا ما نشوفش بحالك، ولو يكون عندك المال دي قارون. ايوا اللي لقى حسن من العسل يلعقو اسيدهم اسحاق. يا كان ملحوقه بصح نيت الولد خاصو يكمل دينه كيف قال الفقيه. اي شنو تسناو؟ قلبها الجواج يدير بعدا عقله. هاوي مالو اللي ما داير عقله؟ الدري تبارك الله خرج السلكاو وهز شلا قران في ذاك الراس، هما داير عقله. هاوي خلينا نجوجو باش حتى هو يعود محضار يقري الدراري الصغار ويصلي بالناس. تبارك الله تبارك الله تبارك الله يا سيدي ربي لا حسد عن سيبي ولا قاضي وبلدي ولا لقى فقيه قريب لقى القران. اجمع فمك نوضي بخري نوضي بخري راجلك ولدك نوضي واخا. اي وشكون اللي غتقبل عليه؟ العروسه واجده موجوده. اي حاد قاو قاو طاو عدات هي حق الزين حارق وظهر لي حتى هي عيناه على الدري. امي حنا شكون هي؟ الله يتبع بوك البلا. فوه الدري خرج السلكه وانت باقي باغي تضربه. وين الشيطان؟ خرج السلكه شكون هي؟ وبنت من تكون؟ ايوا ما بعيد الباب على الباب ما عرفتهاش. يويل هاي غير حدانا حدانا حدانا. ايه ياك ما ديك اللي ديما تلاوط مع رجلينا هنا في الدار. جميعا بنتنا اللي شاب. هيا هيا هاي تبع البلا. نوض وليدي نوض، راه ما جابتهاش الدار تخلي الناس بالكن يتسناو فيك. من الناس عاوتاني؟ هذاك المخنطر وخميس. ايه تادوك تاهما ناس هادوك نسابك ولا ما نعرف صحابك. انا بعدا ما باقي عرفت ليكم ساس من الراس. اش هذيك الهضره كتقول يا خضره؟ مالها خضره عاوتاني؟ حنا مشينا درنا الواجب اللي علينا، رشمنا البنت ودوينا ودابا صافي سالينا ما بقات هضره. نوض بركه ما فينا ما نبقاو نسمعوا في الهضره عاوتاني. هوا نايد يلا هني تمشي باش نفرد كدر المانات. لا واه راني دويت معاك، خليها صينا ملمومه من حد باه مقاضينا، خلينا حتى نرجعوا حقنا وديك صحيح الله يما نرجعوا الوقفه. اش كاين؟ اش بغيتو؟ انا جبت لك غير الوتر اخويا الكميشه. لق لا عندك زيد باش نديك معنا للدار. وليني بشرط الكميشه، القضيه ديالك مع اختي خميسه وخليها الناس الكبار. تبان انا اش درت؟ واش قلت ليها؟ غير بشويه الكميشه كيف كيقول با ربح خطيه الا ساقوا ليه الناس الخبار، والخطيه ربح الا ما ساق ليه حد خبار. يلا صاحبي راه ما كيغضبوا غير العيالات وما كيتفقعوا غير الدراري الصغار. كميشه واش كاع زعما صاحبي هادشي فيك نفيسه؟ شوف ومن هنا ننصحك الا كان غير ديك النفس ديالك ما غاتنفعكش مع العروسه. يلا قصر معانا وفرح بيا راه ولي السلطان طلبه. الله يجعلكم شي باكم سعود. امين. واخا ما بيناش عليك. كيفاش ما بيناش عليا؟ ولا كاع ما بين عليك انت حافظتها صوره الكوثر. باركه ما تخسر الهضره الكميشه. تماني كذبت عليه وزيدوني راه صاحبي وكنعرفو. شحال من مرة عييت معاك باش تعلم تضرب الوتر وما تعلمتيش. إيه
قالك ها تحفظ 60 حزب. لا راه اللي عطى ربي في العقل ما كيعطيش في الصبعان، وكل اللي عطاه في الصبعان ما عطاش في العقل. وقول سبحان مفرق الارزاق. ياك دابا انا سيدي ربي ما عطانيش في العقل ياك. لا وغادي تخرجوا عليا منا ولا غادي نشقر عليكم هاد النطاق وما تنشقروا على شي واحد. لا واه وليدي لا واه، راه حشومه وعيب جري على الناس. ما سمعتهمش اش كيقولوا؟ وانتي سمعتي كلشي بودنك اخالتي خضراء، ما قدرنا لي والو تجري عندنا دابا. عندنا صافي وليدي صافي وليدي، ما عنده عقل. هادشي اللي قلنا لي اخالتي خضراء، هادشي اللي بغيتي صافي كتشفيهم فيا. ها كتقولي تاتي الهضره بحالهم. يا نعل الشيطان يا وليدي يا كميشه، انت مالي انا اش قلت لك؟ قلت لهم ما عنديش العقل، ما كاينش اللي مخصوص من العقل في الدار. قدك انت يا خضره. ها انا اجي لهنا اجي اسمعت جاب ليها الله ولد قاضي القبيله وسلطان طلب امي، وغدا ولا بعده غادي يولي هو الفقيه ديال الدوار. واخت بنيتي غير يمشي الشارط في شي دوار اخر ويبعدك عليا. صافي تانتي امي صافي، بركه عليك النيت مني. راه نتوما تتولدوهم فريكسات صغار يدورو حداكم، ولاني راه تالفراكس ملي تيكبروا تيبغيو يسرحوا ويولدوا. ياك بنيتي ياك، وانا اللي قلت عندي عويله وحده غتهزني ملي نكبر وتقلال صحتي. صافي امي عتهنيت انت، ما ديريش بالك، رانا غادي نعمر لك الدار بوليدات عويناتهم بيلقات كيباهم. وضحكي ضحكي ضحكي بركه. خويا كميشه الله يسرع يضرب لنا شي ديال اللوطار. ما فياش بلاش، راه تعلمت انا. عاد شوف غنوريك يلا شوف اسمع. هدا اخويا خميس هدا دوك السبعان ديالك غير خليهم عندك. نهار خوختي بهم نيفك ومشيتي تخلي على الدار، اما لا ضربتي بهم الوتر وغادي تخلي على الدوار. ارى الوتر لهنا خويا الكميشه الله يخلي لك تعزيز عليك، ما ضربينا شويه الوتر ترى لي ما مفقوعه مخطر خلينا عليك. خويا الكميشه الله يخلي لك خالتي خضراء ما ضربنا شويه الوتر. امي خضراء الكميشة الكميشة الله يخليك على المرقهمة، غني لنا شوية. راني مقوم راني مقوم عباد الله مفقود. خويا الكميشة الله يخلي لك اختي خميسة. هذا خوك هذا عفريت صافي كيجيب ليا شي حاجة اللي عزيزة عليا على وجه خميسة غادي نديرو وجيبة. يلا واخا ما في من لازمك تقصر معانا، ولا ما عمرو قصرت الطاع لما كنت خاطر. شتي انا هاد الوتر هذا انا على ما كيبان ليا غادي نطيح على بو الدر قبل ما يطيحوا عليا. لا 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 الكميشه لا هذاك الوتر راه ما غينفعك واقيلا غير هاد الوتر، الا تزيروا عليك الحبال وما تلقاش توك اختي خميسه. بصح ايه يلا تلقى يلا تلقى يلا هزوا الدوزان يلا يلا تبعوا معايا دابا عاب شويه. انا راه عارفكم عسريين بجوج ولكن عاب شويه يلا سير هات. حباس بلاتي أنا يا قلوب الحجر أنا نقول لكم سميتها خميسة وتما تقولوا لي صبر. أصبر يا الخنطر ألوي يا ولادي. أنا ها راه عندك فين تربى ورشه وعظامك. امين ها
هاود عندي هنا. لا تبقى تمشي شي شويه لهيك. باغي تعلم ولادي الخساره؟ لا عمي. زيد عندي هنا. انا مزوج سير تليك. انا مزوج عمي انا مزوج عمي انا مزوج انا مزوج. زيد عندي هنا. عمي زيد عمي انا مزوج. انا مزوج. يلا. لوطار لوطار عليا. فرق عليا. فرق عليا. زيان تبارك الله الله يلعب زيان كاين شي عشاء ما بقى فيا ما نخدم عليك ولا شتليقي ولا شتليق انت اللي ما بقيت تقول حتى عشاك يا كم سعود عييت ما نخدم عليك ونعطيك ونوكلك ونشربك حتى حاجه ما قرات فيك ولفتي الفضل ورقات الضل وصفيتيها دابا من اللي حمالك العقل اش بغيت بيك يطيح لك مزارك صحيح انا هاد الليله غادي ندمك ونوريك شكون فينا اللي اش باغي بالاخر يطيح لها مجالها من المغش طبعا تلقى البحر زين السي إسحاق زين وخا هذا ماشي وقت عراضة ياك لا باس لا لا جدي حديد ما كاين باش غير أنا جيت وجبت الهدية الهدية أنا ما خصني هدية هاد الهدية جدي حديدان ماشي ليك نتايا ولمن انا يطول عمرك انا جبت هاد الهدية هادي لالا العروشة وجيت راغب وطالب وخاطب بنت وحدة اللي نكساب ودواو فيها دار القهمة وبعد انت شكون اللي مصيفتك توسط ليه ها لا انا مرسني حد انا اللي جيت نخطب ما حشمتيش انت كمر من باها اللي هو انا لا استحديدا انا ما جيتش نخطب بنتك وشكون ايه يطول عمرك استحديدا انا جيت نخطب لالا دلالة لالا شكون لالا دلالة ايوا كملات ولكن السي اسحاق لالا دلالة صغيرة شوية بقى ما شرباتش عقلها وانا بان لي القد هو هذاك ياك دابا انت كيبان لك القد هو هو ونوض جمع خلفه ولا غادي نعيط على هذاك القد يشبع فيك تكنفيف ويلي امي ماك خليتيني وهربتي حشمتي ويلي لحشمتي اش قال لي حديدان واش غادي يقول لي خليته يجري عليه وعلاش ما نتشاور يا ويلي على مع من تشاور مع من بغيتوني نتشاور لا والو كيفاش والو انا امك سمعتها قالت لك خاصني نتشاور معاها فاش بالسلامه ولا حديدان حطها بجو فيا انا وديك الساعه تجي تشاور معايا انا وانا نقول لك لا ولا نقول لك لا ايوا انا قلت زعما غادي تقولي لا وشكون قالها لك ياك ايوا هذيك ملت كاع كنا مع البنت صدقنا في الحنه والله يحفر لكم الشجر كاملين حني لك بالخضار ان شاء الله حدي عليا حدي عليا عرب عليا اني لا عرب عليا يا ويلي عرب عليا صباح الخير يا لالا الواضحه صباح الخير لالا دلاله كي داير اخوتي سكتي اخوتي البارح ما نعست ما شتو ومالك اخوتي كانوا عندكم ضيفان قولي الخطاب
عاوتاني جاو عندكم دار الحاج علان؟ لا لا ناس خرين. هاي 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 وكثروا الخطاف في الدريه. ايوا الله يكمل بخير. لا لا ماشي خميسه بنت بنتي. وفي من جانا خلاص بركه من المزاح على الدلاله. ويلي لو كنت مزح معاك شتي داك سيدي اسحاق راه جد وفي اسحاق. اسحاق اليهودي العطار؟ لا 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 راه ما غيبقاش يهودي، راه دوا مع سيدي سيدي حديدان قال لي غيسلم. وباش جاوبو حديدان؟ ايوا قال لي ودي تتشاور مع العروسه زعما انا ما كنتوش صاحبتي تندغوا معاه الشرك تاع التومة. لا لا خوتي ما ندغنا معاه حتى الشرك، جاوبتو البارح نيت. غزيتي فيه قولي لي هنيت ما حشمتيش، انا مرا كبيره وجيت حشم فيا قدام نسابي. لا لا جاوبته قلت لي شوف لاله ام سعد راه جارتي شاركه معها الملحه ومشاركه معها الطعام وماناش حمقه ولا خارج ليا العقل باش غادي ندخل على ضره. انا شوفي خاصني شي واحد حر ديال راسو لا تابع لا متبوع طرب خراشو ما عندي ما ندير به. واش عجبتك ولا ما عجبتكش؟ مالك جاوعة قزاقلك عاود تاني؟ اش كاين؟ باغي نمشي فحالي. اش كاين شكون جرى عليك؟ سمع هذاك الغدار، انا غادي نمشي عند بن عمي وانت لا طاح حبك على داك القوم وبغيتي ترمي السويسيه وتقلب القشابه وتناسب معاهم الله يطليك بهم. شاد السعود؟ اش هاد الكلام؟ ما قلتي فحالك. خليني نمشي فحالتي، اش باقي باغي عندي؟ يا قلتي لي غادي تديرها لي على قد فمي وتزوج؟ وصافي صافي البارح طيرتي عليا قلتي ما غنديش تبقاي تشقاي وما تسخريش عليا، داكشي علاش قلت لك رانا غادي نجيب لالاك ونتزوج بها. استحنيت حيت انا عييت وكبرت ومشيتي قلبتي على عروسه باقا عويطقه خفيف تعدام باقي فيها ما تسخر عليك، مشيتي خطبتي ديك الشرفه الهرفه اللي كبر مني انا بعدا باقا قبطه عليها. يوا يلا سعد سعود راه غير كتخرفي. مشيتي خطبتي ديك لالهم دلاله الغدار كليتي لي رزقي وخسرت عليك الغالي والنفيس ما قرات فيك حتى حاجه الطميميع. وحتى انا راني خسرت عليك. اش خسرتي عليا؟ الكذوب والهضره الخاويه هذا هو اللي خسرتي عليا. خسرت عليك شبابي وتزوجت بيك واخا تكبر مني. ايه خلاوها المسلمين قمح حمو مزين فمو طمع اللي جابك عندي حتى دابا خليك مع تريك تحديد دان وقول لي ديك لالهم دلاله تنفعك. بوبو على مرا زيد وليدي الله يحجبك من العين. امي بخري ريت انا وانا غنبخرك انت فيك غزربه. لا 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 الله على روحي شحال زوين. حيدي بارك مالكم فيكم مع حيد العلقري حيدي بارك خرينا بنيتي بخرين. راك عارفه امي هاد البخوره غير اللي مادين يديهم الحنه. وماني انا ما مداش يدي ديال الحنه الله يعطيك الدله انت لبخورك. وحنه بصحتك انت جاوبك الخطاب. ما يا وليدي هاي تسكت كون تحشم. في قال الخطاب وتلقاو لي عدياني الله لقاو لي قال سعدي تم البخوره حاسديني فيه. ها هو امي بلا ما تقلقي ها انا غنبخرك ها حيدي عليا حيدي حيدي هدي مني حقي صح بخرع اولاد. قولوا لي بقيت غير انا وحدي في هاد الدار هي خاصني نحط عيني على شي بنت الناس. وكنت تحشم الله يمسخك. قولي لي يا امي شكون هي العروسه اللي بغى يخطب لي با؟ مالك زعما ما عرفتيهاش؟ لا حنا سمعت غير تنقنيقه تقولي غنمشيو نخطبوا الخميس صافي ان شاء الله غادي نخليوها متورخه عرس خميس وخميسة في ليلة وحدة غير الله يحفظنا من العين وصافي. وانتما قولي لي شكون هي العروسة؟ جميع بنت شيمة. ولا ما بغيتهاش. وعلاش؟ مالهاش خاصة؟ زوينة وحادقة وكتحماق عليك على المسخو. زوينة
وكون كنتي تعرفي الزين وكاع ما تزوج بالكميشه. سمها امي شهدي حنا راه ما كنجبدوش عاوتاني. ما بركا عليهم التخبيط صافي. خلينا نسولو. قولي يا وليدي. نعم حنا. حنا لك بخضاره. حاط العين على شي وحده اخرى. وشكون هي هادي في السلامه؟ لا لا شوف صدعها. هي 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 لا 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 شوف صدعها. ايوا هاد السمك هادي عمرني ما سمعتها في هاد القبيله كلها. ما تعرفوهاش حتى محجبها با. وفين شتيها انت؟ شتها في الواد. مخرجنا الخدم ديالها. اسعدي يا فرحي. ولدي اختار بنت الناس الكبار وقال لك بالخدم والحشم. وامي وقال خميس خويا راه غير كيحلم. اي جمعي فم. والله تشتا بصح كنت حاط حوايجي كنعوم في الواد وغير سمعت الحس وانا نلبد في الماء وما شافني حد وبقيت كنشوف فيها من تحت الماء. حنا وهذا راه عاد فكرون. اي سكسون اي كمل. وعرفتي وزوينه وشعرك حلو ورطب بحرش النعام. والله مسخك انت فين شفتي ريش النعام؟ وعينها كبارين ومدورين بحال عين الموكا. بسم الله الرحمن الرحيم ذكرنا السمن والعسل. وتقادي من اخرها مقدين بحال شاد النحل. هاك هاك على وليدي حتى لين وصل تا من تقابي من اخرى شافهم. وفما بحشب العمانة مشتت وحمر. وهادي راه ماشي بنادم هادي راه جنية. والجنية هي انت وصاحبتك جميعا. راه قلت لكم غير كيحلم. والله امي والله حنا اذا نهار شتا ما بقاش يجي للنعاس. ايه بصح كنفيقوا غير بالزز بالليل وبالنار كيشخر. يقول لك شكون هكا بنت من فين تسكن؟ عرفتي يا حنا فين كتسكن؟ كتسكن في الواد حيت جنية. خلي اخوكم يخبر علينا. وما كنخبرش وما كنحلمش. والبنت اللي شفت دارهم معروفة. شكون هما؟ بنت القاضي اللي خدام معاه با. اصلا عنبي الدري بغى يخلع على باه علينا. ايه هذا راه ظهرنا ليه طولنا بزاف هاد القبيله او كبر لينا الشان ابغى يخرج علينا. اسمع وليدي عمرك لا تجبد هاد الحس على فمك. وعلاش امي؟ وانا مالك ما عرفتيش بوها شكونو؟ وشكون بغى يكون؟ داك بالك يفتح لي الري ويشاور لي باش يحكم ويفاصل. غادي تقطع الحس راه الا سمعك باك غادي يقطع لك اللسان. والبس قدك يواتيك راه جميع بنت شما هي اللي تليق لي. ولا وانا بغيت الشمس نضحى. بغيت الشمس نضحى. انا دايره اللي جيبي لي هاد الشمس نضحى من الواد نوضي. الله يستر. شويه عليا خوتي عيطي. ما عطاتنيش الفرصه. لا خوتي والو. وهانتي خوتي هانتي على الرجال ما فيهم ثقه ولاد الهم. لا 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 خوتي ما تقوليش ليا هاد العطيطير اللي خاطب دلاله ناوي فيها غير طمع بحال والو يكون متفق مع مراته. لا لا ام السعد مسكينه زات حوايجها وخرجت من الدار ودات لي الحمار. قولي ليا علاش غادي يولي يعطر وعلاش غادي يولي يفدس لعتو على حميه جده؟ خليه يهز قفافو على كتافو على ما قالوا ليا الحمار ديالها ومن خير هدر الدار. داكشي اللي سمعت حتى انا وسمعناهم يقولوا بلي لحم كتافو من خيرها. اي والله يستر وهذاك الرجل غدار الله اعلم كيفاش غطال عاقبته. خليه دابا يضربوا الخلا. ايوا العجب هذا العجب يا الواضحه اختي المش غادي يتناسب مع الفار. ايوا هذا الشيء اللي عمره ما كان. غير سكتي الا مشاو حتى تناسبوا عاد تخلى بصح نيت على الدوار. لا 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 محال واش يقبل حد يدان يعطي نصيبته لهذاك العطيطير. هو لا
عاد قال لك ما ولا من دوك الناس الكبار. سكتي تاتي على مالك بغيتي يعطيها لولد السلطان؟ هيا سعدات هاد اللاله. ايوا بعدا بعدا نسيبها دار ليها الشان. وحتى هي يا لاله حتى شرفات وهرفات عاد بداو يجيو فيها الخطاب. ياك ما غرتي منها يا منى. ايوا صافي شلا نوضي زيدي نشوف حالنا. زيدي زيدي. لا انا الزواج طالع عليا في راسي. زيدي زيدي. زيدي اخوتي زيدي. ايوا سيدنا الجلسه ديال الحكام والشرع سالت وهذا جهدنا فين نروحوا عند ولادنا. يا مولاي كيف كيقولوا العشيه تعاشات ودعاوي الخير تقلب فين تبات. وانت نيتا مولاي بنتي ليا عيان واه من الصباح حتى المغرب وانت كتسمع في صداع وهم بنادم اللي ما يتقاداش. ولكن سي حديدان ما تنساش سيد الناس هو خديمهم. يا مولاي هادي كاينه ولكن باش غادي يخدمهم الا ما كانش يبات بلا نعاس ويخمم في همومهم. ام الناس ما يتقاداش والنهار وما طال مولاي هما كيكيلوا في مشاكلهم ويجيو يعرموهم عليكم ويمشيو في حالهم وانتم تبقاو غارقين في الويل. علاش من درتو نعم سيدي؟ احنا اخترينا هاد المهنه باش الناس يعيشوا في الامان وخص الناس اللي بحالي وبحالك وبحال السي المختار يخلصوا الثمن من وقتهم وراحتهم. يا مولاي كلامك هو الكبير. ايوا نعيشوا حياتنا نكحلوها ونزرقوها تحنا. ومن سبع ايام لسبع ايام نتلايمو ونشوفوا الصقع اللي كحلها نتعاونوا معاه حتى يفكها بعد ما وحلها. كلامك صحيح ومعقول ولاني عند موالين الشرع والقانون هادشي ماشي مقبول. على حق شحدي الدان الزمان مقفض على جليل وزربان. قضي ولا نقضي واللي حصل يودي. متفق معاكم نعم سيدي على هاد الكلام وهذا هو المقصود. ولاني يا مولاي رخصنا تحنا نديرو فرق ما بين الايام نهار العيد حتى حنا ما نخدمو ما نردمو ما نضربو تماره ما نخمو. ونهار السوق الواحد كيروح عيان حتى حنا محتاجين نعم سيدي لراحه البال وراحه العظام. ونهار نعم سيدي نمشيو نرتاحو مع وليداتنا ونهار نعم سيدي للحمام والحجام. اما نعم سيدي الشرع والحكام فحال السوق حتى هو مره في سبع ايام. اش غادي نقول لك احدي الدان واقيلا واقيلا عندك الحق ولاني خصني نخمم فيها مزيان. ما عندك علاش تخمم مولاي المسألة واضحة وباينة مزية ليك ولينا ونعم سيدي الناس اللي مشارعين وواقفين على الحكام. على هاد القبال نوض الله يهنيكم من القانون إن شاء الله من بعد سبع أيام. اللهم إلا كان شي الأمر معجل ما يمكنش يتوجل. إلا كان مولاي غير ناس القبيلة رحيلهم تقيل. إلا قلتي لهم زربوا كيقول لك اللي زرب تعطل. وإلا قلتي لهم نعم سدي ردوا البال كيردوا في راسك الدغل وحتى كطيح السمعة عاد كيعلقوا الحجاب. We're gonna make it.